Đi mà ai thua đó. Nè. Ừ. Đi mà ai thua đó. Cái hình mày em mới cuối à? Mày đi nè. Mày đó. Nói chung có mình lấy rồi em thua thôi. À thua rồi. Được. Chỉ cho con được nha. Là con rồi. Con chỉ con được con. Để kêu trong. Em cho vợ, bỏ thằng em giống mình thêm vô rồi. Ấy, tiếp nữa. Trước đó gì? Chốc mà. À, bán mới nào đúng không? Muy bien, ¿cómo se llama?
Nó nhỏ dớt cái thùng chi nó để cho ngon giữa đường trên nó trời. Bữa mày dành với nó lớn đó. Nó rầu không nghe. Nó ăn sách lên rồi xóa nhờ đi nó. À, mê con lên nghỉ hả? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين قناة إبداعات الخياط، معكم أم يوسف. ازيكم يا بنات، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بنات معانا درس جديد إن شاء الله يعجبكم، وهو عمل شميز أو بلوزة أو تنورة زي ما تسموها. هو شميز بس مش هنعمله له ياقة سبور، لا هتبقى دوران كده حوض عادي وبزراير من قدام، والكم هيبقى بأسورة وطالع كده ايه زي منفوش كده من فوق شوية. النهاردة ان شاء الله هنقصه على القماش على طول من غير ما نعمله باترون، عايزين نتعلمه وناخده الجراءة ان احنا نقص مباشرة على القماش. الناس اللي ما عندهاش الجراءة اللي بتكلمني وتقول يا ام يوسف يعني احنا ما عندناش الجراءه ان احنا نقصه على القماش مباشره. النهارده ان شاء الله هناخد الجراءه بنات، وعايزه اعلمك بطريقه سهله كده وبسيطه وسلسه ازاي تعملي بلوزه ليكي بطريقه بسيطه. ان شاء الله هنتعلمه مع بعض، وهنستخدمه المسطره دي في حرده الباط. اللي ما عندهاش المسطره عادي هتستخدمي ايديكي مفيش مشكله، بس دي هتسهل عليكي شوية. وانا برضو بعمل الحردة بايديا مفيش اي مشكلة، هوريكي كده ازاي وكده ازاي. تمام؟ ده القماش معانا بنات، ده قماش تقيل شوية. ده القماش اللي انا اشتريته في الفيديو اللي انا وريته لكم بتاع مشتريات القماش. كنت جايبة برضو القماش ده وجايبة قماش تاني، اهو القماش معاكم. ده قماش كارو كده، هنعمله شميز بزراير من قدام كله مفتوح، وهيبقى شميز بزراير. تعالوا نشوفوا بنات بقى، هنبدا كده بسم الله هنقسم القماش بتاعنا ازاي. هنفرد القماش بتاعنا كده بنات،
وهنطلعه اول حاجه الكمين، تمام؟ وهنقص الامام لوحده والخلف لوحده. ليه؟ علشان الامام هيبقى فيه زراير، هنسيبه مقدار للزراير مثلا 6 سنتي كده هنتنوهم، علشان هيبقى المرد بتاعنا كده تانيتين في بعض اللي هو مرد الزراير من قدام، تمام؟ نبدأ كده نقوله بسم الله الرحمن الرحيم ونتني القماش بتاعنا بالشكل ده. شوفي انت بقى عايزة البلوزة طول البلوزة بتاعك قد ايه ومقاساتك، كل واحدة بنات تاخد مقاساتها، او لو انت مش عارفة تاخدي مقاساتك بالمزورة هتجيبي بلوزة عندك اهو، انا اهو ده الشميز اللي احنا هنعمل شبهه بنات. بصوا بحوض كده، حوض زي ده كده اهو، يا رب يبقى واضح معاكم في الكاميرا، حوض زي ده كده بالظبط ماشي، وبزراير من قدام وكم عادي، طريقته سهله وبسيطه واي واحده هتعملها ان شاء الله. هتبداي تعملي ايه لو انت مش عارفه تاخدي المقاس؟ هتجيبي مثلا بلوزه مظبوطه عليكي وبتلبسيها مظبوطه من تحت من حرجه الجيرو من عند الباط ومن عند الهانش ومظبوطه عليكي، تمام؟ وتبداي تاخدي المقاسات منها، مفيش اي مشكله معانا. هتيجي تاخدي من هنا المقاس من هنا من فوق كده، وتاخدي المقاس بتاع عرض الكتفين. وقلت لكم عرض الكتفين دول يا بنات احنا بنبني عليه الباترون بتاعنا ده اللي بنشتغل عليه، وبننزل بناخده نصف عرض الكتفين، تمام؟ انا خدت اهو الاطوال بتاعتي واجي هنا عند حرجه الجيرو اهو من تحت الباط كده، بمسك البلوزه واروح تانيها كده وحطها كده قدامي، واخد حرجه الجيرو من هنا لهنا بالمزوره كده بنفس الشكل ده لان البلوزه مظبوطه عليا، تمام؟ اهو واخد المقاس بتاعي واكتب، تمام؟ احنا هناخده نص المقاس ده لان احنا بنشتغل على الربع، ولنفترض المقاس مثلا جه كده اهو معايا، انت هتاخدي نصه لان ده نص البلوزه اهو من ورا وفي النص الامامي، احنا هناخده نص المقاس ده، تمام؟ ليه؟ احنا بنقسمه المقاس الكلي ورا وقدام على اربعه، عشان الكلام يبقى واضح يا بنات، احنا بنقسمه المقاس الكلي على اربعه، ماشي؟ احنا هناخده نص ده ليه؟ عشان احنا بنشتغل على الربع، مش احنا متفقين ان احنا بنشتغله كده على الربع اهو، يبقى انا هاخد الربع اللي زي ده كده من هنا لهنا، تمام؟ بس مش هتعرفي تظبطيه بقى من هنا لهنا، هتفرجي كده وتاخدي نص تحت البول، عشان يبقى المقاسات بتاعتنا مظبوطه، ده الاساس بتاعنا اللي هنبني عليه شغلنا. تعالوا بقى نفردوا القماش بتاعنا ونبداوا نطلعه الكمام. انا هفرد القماش ونيجي نشوف هنعمل اهو بنات بتاعنا. عايزه تفردي طبعا على ترابيزه فردي، عايزه تفردي على الارض مفيش مشكله، تمام؟ اهم حاجه تتني القماش بتاعك على اتنين، تمام كده؟ البورسون على البورسون اهو بنات، بصوا اهو القماش متني على اتنين، البورسون على البورسون، وتنيت القماش بالطول، تمام؟ هو الشميز ده بنات هياخد يعني في حدود متر متر ونص، بس انا جايبه القماش الزياده ده انا هحتاجه لحاجه ثانيه، تمام؟ وتبداي، تمام يا بنات، تنينا القماش بتاعنا البورسون على البورسون زي ما انتم شايفين كده بنفس الشكل ده، وهنبدا نقص القماش كده بالطول علشان نطلعه البلوزه وش وضهر. هبدا اجي طبعا، هو القماش عندي مخطط اهو، مش هحتاج ان انا احط المسطره، لا انا همشي على الخط اللي هو الموجود عندي، وابدا اسمي بسم الله كده وابدا افصل القماش عن بعضه. تمام كده عشان نطلع الكمام، ده الوش والظهر بتوع الشميز. هنعمل ايه في الوش والظهر يا بنات؟ انا عايزه الوش اهو معايا اهو، هاتني كده القماش على اربعه، انا محتاجه ان القماش اللي من قدام الوش والظهر يبقى اكبر من الخلف، الامام هيبقى اكبر معايا من الخلف. ليه؟ لان انا عندي هنا في مرد من قدام، هنا عندي في مرد من قدام، هنسيبه مثلا 5 سنتي من هنا، يبقى انا القماش عندي اظبطه، بس اهم حاجه افرجي القماش كويس كده اهو، افرجي القماش بتاعك كويس ما يبقاش في حته من جوه متنيه، وتبداي تطبقي كده القماش على بعضه اهو اهو،
تمام. انا خدت من هنا المقاس ده، بس بصوا لازم تتاكدي ان القماش قد بعضه. بصي من هنا حته طالعه وحته نازله، ما ينفعش. تطبيقه لازم تيجي مظبوطه. ممكن ندبس بالدبابيس افضل علشان نريح نفسنا. اهو الدبابيس هتجيبي هنا عشان يجوا الاثنين قد بعض، مفيش حته تيجي مواربة عن حته. اهو تبداي كده تدبسي بالدبابيس. ده المكان اللي هنعمل منه الزراير يا بنات. احنا ماشيين واحده واحده اهو، ما قصناش لسه حاجه، احنا لسه بنظبط القماش بتاعنا. لسه ايه؟ بنظبط القماش بتاعنا. مش عايزين حته تيجي مواربة عن حته، عايزين الاثنين يبقوا قد بعض. كده زي ما انتم شايفين اهو، سبت المكان ده قد ايه هنشوفه معانا. 6 سنتي. ليه 6 سنتي؟ علشان دول اللي هيبقى فيهم الزراير. 6 سنتي كده بنفس الشكل ده، يبقى انا طبقت الحته اللي انا طلعتها على 4. تمام؟ اهو الخلف اهو، الاثنين دول الخلف والاثنين دول الامام. الاثنين دول الخلف والاثنين دول الامام. لو ماشي عشان كارو ممكن مش باين معاكوا اهو. تمام كده؟ سايبه هنا 6 سنتي للزراير، مقدار الزراير من قدام، والخلف هيبقى اقل من الامام ب 6 سنتي. كده الكلام واضح يا بنات؟ تمام؟ عايزه تفصليهم عن بعض مفيش مشكله. عايزه تقصي الاثنين مع بعض وتبداي تتحكمي في الامام تحرجيه مفيش مشكله. تعالوا نقصهم مع بعض اسهل لكم. تعالوا نقصهم مع بعض عشان الناس. بنات انا قلبت لكم القماش على الظهر علشان خاطر الامام هنا المشجر ده مش هيبقى باين معانا واحنا بنحرده حرده الرقبه وحرده الجيرو علشان يبقى الشرح واضح. انا قلبت اهو القماش زي ما وريتكم. تمام؟ من هنا سايبين مقاس المرد من قدام اهو، هيبقى كده المرد بتاعنا، هيبقى كده ده مقداره. تمام؟ هنبدأ بقى ايه بنات نعمل ايه؟ اول حاجة عايزين نظبط القماش بتاعنا من فوق هنا علشان يبقى خط مستقيم، خط واحد مستقيم معانا. هتبدأي كده تظبطي القماش بتاعك، مفيش حته تبقى حته طالعه وحته نازله. امسك المقص بتاعي وابدا اساوي الزيادات دي. كده تمام اهو ماشي. هنبدا بقى من هنا كده ناخد المقاسات بتاعتنا اللي احنا واخدينها، كل واحد يا بنات حسب المقاس بتاعه. انا عندي عرض الكتفين 44، نصف عرض الكتفين هيبقى 22، يبقى انا هاخد من هنا لهنا كده 22 سنتي. هحط كده المتر واخد 22 سنتي. تمام اهو، مش هيبقى واضح معاكم؟ علمكم بالقلم. 22 سنتي ده نصف عرض الكتفين. تمام؟ هاخد من هنا لهنا كام؟ 7 سنتي، اللي هي حده الرقبه بتاعتي 7 سنتي اهو، واحط علامه. تمام؟ وهنا معايا الكتف 14 سنتي، هاخد الكتف معانا 14 سنتي اهو. هو كده جه معايا مظبوط. يعني من بعد ما خدت حرد الرقبه 7 سنتي جه معايا الكتف مظبوط، لان انا واخده نصف عرض الكتفين. تمام؟ هننزل من هنا لهنا 3 سنتي وتحطي علامه، ده ميل الكتف. هننزل من هنا من على الحرف اللي هو حرد الجيرو، سوري بنات، حرد الرقبه من هنا لهنا كده علشان هي مش واسعه ومش حوض كبير،
هتنزلي ده اختياري براحتك، انا من هنا هنزل 6 سنتي، انت براحتك. وتبداي تاخدي الدوران ده كده دوران خفيف قوي. بس ده ايه بنات؟ الستة سنتي دول مش الخلف، لا الخلف احنا هننزل من هنا لهنا كده 3 سنتي. ليه؟ لان الخلف بيبقى اقل من الامام. تمام؟ اوعي تغلطي الغلطه دي ان انت تقصي الخلف زي الامام، لا انا رسمتهم لك الاثنين على بعض. ليه؟ لان انا حاطه الوش الخلف والامام مع بعض، حطاهم مع بعض، فانا لازم هقص الاول على الخلف وبعدين ارجع اقص تاني الامام لوحده، وهنشوف مع بعض دلوقتي. لغايه كده بنات مفيش اي مشكله معانا، الشرح كده واضح معانا. تمام؟ اهو احنا خدنا نصف عرض الكتفين، وخدنا من اول هنا ده الخلف وده الامام، مالكيش دعوه. بصي اتني كده المرد عشان ما تتلخبطيش، اهو خلي المرد ده كده لورا. تمام؟ اهو ادي معانا نزلنا من هنا 3 سنتي الخلف، والامام نزلنا 6 سنتي علشان احنا مش عايزين مقور قوي، احنا عايزين الحوض صغير، وده اختياري براحتك. الخلف بس انزلي 3 سنتي، ممكن تاخديه كمان 2 سنتي برضو، الحاجات دي اختياري. تمام؟ هناخده بقى هنا كده ميل الكتف، اهو هتوصلي كده من هنا لهنا ميل الكتف اهو بنفس الشكل ده كده، لغايه كده مفيش اي مشكله. وهننزل من هنا 22 سنتي اللي هم ايه؟ نصف عرض الكتفين، هننزل بيهم هنا 22 سنتي كده، مفيش مشكله معانا. اهو 22 سنتي نصف عرض الكتفين، وتحطي لي نقطه. تمام؟ وهتاخدي هنا ربع محيط الصدر، ربع محيط الصدر من عند النقطه دي اللي هي نزلنا 22 سنتي نصف عرض الكتفين كده، مفيش اي مشكله. للناس المبتدئه الموضوع سهل وبسيط يا بنات. الصدر معانا الربع 31 سنتي، يبقى انا هاخد من هنا لهنا 31 سنتي اهو، واحط كده نقط بتاعتي. تمام؟ انا قلت لكم بنات في حرده الباط انا بنزل 2 سنتي تاني كده نفس الشكل ده، وابدا برضو اخد خط تاني. علشان ايه ال 2 سنتي دول؟ دول تريحه الكم معايا كده، مفيش مشكله اهو لغايه دلوقتي معانا. تمام؟ هتنزلي لي بقى هنا من فوق بخط كده اهو، الخط ده مستقيم مفيش اي مشكله. ماشي؟ احنا هنخش من هنا بنات سنتي، السنتي ده بتاع ايه؟ بتاع الامام، بس احنا دلوقتي بنقص على الخلف، فمش هخش السنتي ده، خليني في الامام. تمام؟ انت المكان ده بنات من هنا لهنا كده اقسمي المازوره 2 اهو، وحطي لي نقطة على الخط ده. ليه بقى؟ علشان احنا هنحط المسطرة بتاعتنا كده علشان ناخده حردة الباط، حردة الجيرو معانا تيجي مظبوط. زي ما انا حاطة المسطرة كده، يا رب يبقى واضح معاكم في التصوير اهو، هتحطي لي المسطرة اهي، وتاخدي النقطة اللي احنا واخدينها، احنا قسمنا المكان ده من هنا لهنا بنحطنا المازورة كده. انا بشرح بالراحة بنات معلش عشان الناس المبتدئة تفهم. هتحطي المازوره كده وكده، وتروحي قسماني المازوره كده 2 اهو كده، وتروحي حاطه نقطه. ليه؟ عشان النقطه دي هتظبطي عليها المسطره عشان تاخدي حرده الجيرو معاكي تبقى مظبوطه اهو. وخدت حرده الجيرو بكل سهوله اهي، اطلعي بقى بيها لفوق. بصي حرده الجيرو جت معانا ما شاء الله اهي، من غير ما تدوخي نفسك. تمام؟ ما عندكيش المسطره هتوصلي النقط دي برضو ببعض. تمام؟ يعني انا لو ما عنديش المسطره عادي اهي النقطه اهي بالنقط دي، وابدا اريحها على الخط اللي هو اللي احنا نزلنا بيه 2 سنتي كده، حده الجيرو جت مظبوطه معايا مفيش اي مشكله عندي. تمام؟ انا هنا بنات مش هحرد من هنا، يعني انت المفروض هتنزلوا هنا هنحرده بقى على الوسط، لا بس دي بلوزه واسعه، فانا هسيب المقاس كده لغايه لما اعمل بروفه. عايزه اظبط او اضيق عادي هتعملي لي، بس احنا دلوقتي واخدين هنا اهو، هتاخدي المقاس هنا وتعملي علامه مثلا عند ال 31، يبقى انا اخري هنا. تمام؟ يبقى دي زياده معايا،
دي زياده معايا، المكان ده زياده معايا، بس انا مش هقصه. ليه؟ لما اشوف الاول المقاس ده افرضي انت عملتي بروفا لقيتي ان المكان ده ضيق، هتجيبي مقاس منين؟ فتسيبي الوسع ده ما تقصيهوش. تمام؟ وهنيجي بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا عايزين نقصه كده عشان يبقى باين معانا في التصوير. اهو اهو يا بنات احنا هنقصه على الخلف. ليه؟ عشان احنا بنقصه الامام والخلف مع بعض. يبقى انا هبدا اقص كده اهو حدد ايه؟ حدد الخلف. تمام؟ وهبدا اقص الكتف. تمام؟ اسحبي بقى كده اهو. بدأي تقصي حدد الجير. كده مفيش اي، مفيش اسهل من كده. مفيش واحدة تقولي بقى مش عارفة اقص بلوزة، مش اهو، مفيش اسهل من كده. ادي الخلف اهو. والامام عندنا هنبدا نحرد الامام تاني، بس خدي العلامه الاول اللي انت قايسه بيها انت هتنزلي قد ايه. لازم تعملي العلامه بتاعتك اهي دي، ومن هنا علشان خاطر ما تبقى مظبوطه معاكي اهو. ده الامام بتاعي، هبدا اقصه برده. وانا تانيه المرد بتاعي اهو ورا، مفيش دعوه بالمرد اللي احنا تانيينه. كده البلوزه اهي خلصت، فاضلش الا الكمام ونقفله والدنيا تظبط معانا. تمام؟ اهو بنات ادي الامام اهو بيبقى بالشكل ده. هتتني طبعا، هنتنوا دي كده في بعض، وتبداي تاخديها على المكنه كده بالطول عشان يديك المرد كده بتاعك نجيف كده من قدام بنفس الشكل ده. تمام؟ انت مش مالكه سرجيها، مش مالكه اعمليها بدبابيس الاول علشان تيجي معاكي خط مستقيم، ما تبقاش حته مرجله حته طالعه حته نازله، بيبقى الفينش بتاعك مش نضيف. فانت لو انت مش عارفه ازاي هتبداي، انا عامله على فكره فيديو عن المردات، بس انا هوريه لكم برده، هعيده عليكم تاني النهارده اهو. هاتني كده تمام؟ تروحي واخده الطرف كده اهو تانيه لجوه. هاتي ابره وخيط وسرجي. سرجيه في الاول. تمام؟ أول حاجة اعمليها المرد ده قبل ما تقفلي الوش والظهر. أهم حاجة المرد يبقى نازل كده بنات نجيف كده وما فيهوش إيه؟ تعريجات. تمام؟ يلا بقى نقص الكم. نقصه الكم وهنقصه برده إن شاء الله بسهولة. إحنا هننزل من هنا لهنا بنات كده 15 سنتي من الطرف هنا. طبعًا القماشة دي يا بنات متنية على أربعة أهو. تمام؟ دول كده اتنين ودول اتنين اللي هما الكمين. ادي واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى القماشه متنيه على اربعه. بتتنيها كده اهي قماشه كده بالطول، بتتنيها كده على اتنين كده بنفس الشكل ده كده علشان تطلعوا الكمين. يبقى دي قماشه طويله بالعرض اللي انت عايزاه بتاع الكم اللي انت عايزاه، ده اختياري. وتروحي جايبه القماشه كده على بعض، وانا شارحه الكلام ده بنات قبل كده بس بعيده بسرعه علشان مفيش حاجه تقف معاكم. تمام؟ اهو وهنبدا ننزل من هنا لهنا كده 15 سنتي. دي ده اللي هو حرده الترومبه بتاعت الكم. تبداي تحطي نقطه، تنزلي من هنا لهنا 15 سنتي وتبداي تحطي نقطه. واحنا هناخده من هنا كده وهننزل كده. لو انت عندك المسطره دي ممكن هتسهل معاكي، هتحطي المسطره كده في البوزه بتاعت القماش وهترسم معاكي كده الرسمه نص الرسمه، وبعدين تروحي انت مكملاها كده بايديكي. اصبح الترومبه اهي بقت جاهزه معانا بسهوله. واضحه كده بنات معاكم في الفيديو اهي. تاني عشان الناس اللي ما خدتش بالها، احنا هننزل من هنا 15 سنتي. تمام؟ وهبدا احط المسطره كده من فوق، هتخشي من هنا كده مثلا مقدار 5 سنتي مثلا علشان المسطره هتقف في المكان ده اهو. وتروحي حاطه المسطره كده وتروحي ماشيه بيها لغايه حد اهو، خليها كده معاكم شويه زي ما انتم شايفين كده، وتبداي تقصي كده. الكم اهو مقصوص معانا بسهوله، مش محتاج يعني شغلانه ولا حاجه، موضوع سهل بنات، ما تصعبوش عليكم الامور. خدي بالك انت بتقصي القماش كله مع بعض. تمام؟ لازم ناخده فرد هنا او علامه علشان واحنا بنركب الكم على الكتاف يبقى المكان معانا مظبوط. بصوا بقى بنات، انا المفروض مثلا هاخد كده من هنا لغايه هنا لو انا هعمل الكم ده
مظبوط، يعني لو انا هعمله ضيق كده هضطر اقص كده نفس الشكل ده. لا انا عايزه الكم هنا بوسعه. ليه؟ لان انا هركب اسوره وهبدا اكشكش المكان ده، فهسيبه من فوق من عند من هنا من مكان من مكان ما حرقت حردة البار، هسيبه بوسعه. ممكن تساوي بس كده ايه تسويه خفيفه على ما فيش، يعني القماش بس الزياده. بس كده القماش الزياده بس عشان ايه يبقى متساوي معاكي. اهو هنا لو في زيادات بس قصي الزياده بس وسيبي القماش على وسعه. كده الكم بتاعنا خلاص يا بنات، والشميز بتاعنا يعتبر خلاص. هنروحوا بس نقفله على المكنه وهاجي تيجوا اوريكم. اول حاجه هنقفلها زي ما قلت لكم المرد بتاع البلوزه. احنا عملنا هنا فازلين في المرد علشان المرد يبقى واقف معانا كده ويبقى ايه ما يبقاش ايه ملوي. طبعا التشطيبات دي بتبقى ايه بتدي فينش معاكي نضيف. فهنعمل ايه؟ هنتني كده المرد كده على اتنين، وناخد الطرف ده كده كده بنفس الشكل ده وندخله تحت المكنه ونمشي عليه. اهو طبعا الناس المبتدئه بنات يفضل ان انت تسرجيه علشان ما يتلويه، يعني ما يبقى جاي كله منك حته واحده، يعني انت يفضل ان انت تسرجيه افضل. تمام؟ انا هاخده تحت المكان على طول نفس الشكل ده. هاتني الطرف كده وهبدا امشي بالراحه. فازلين طبعا هيساعد معاكي ان المرد كله يجي مظبوط معاكي. طرف كده اهم حاجه تفردي كده وانت ماشيه. انا هاتني المرد ده معاكم وهكمل المرد التاني وهاجي اوريكم الشكل النهائي بتاعه. اهو بنات المرد اتقفل معايا. الزيادة اللي فوق دي مش مشكلة، احنا بنقص بعد كده بنساوي. بس بصي المرد جاي نضيف معاكي ازاي. بصي بالطول كده اهو زي ما انت شايفة، بصي المرد كده مفرود معاكي وجاي كله خط مستقيم، هيدي معاكي نظافة وفينش نضيف معي. هعمل انا المرد التاني وهاجي ونرجع نشوفه هنكمل مع بعض. بعد ما قفلنا المرد بتاعنا حاولي تمسكيه بدبابيس كده من النص، تقفليه على بعضه وتحطي فيه دبابيس او تمشي عليه بالمكنة او تسرجيه يبقى الاتنين كده على بعض كده بنفس الشكل ده علشان ما تتلخبطيش وما تجيش واحدة واحدة اطول من واحدة وانت بتقفلي الكتاف مع بعض. تمام؟ يبقى احنا كده حطينا قفلنا المرد وحطيناه على بعضه وحطينا دبابيس في النص كده بنفس الشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ان انا اقفل الكتاف واقفل الجناب وبعد كده اقفل الكمام. هنقفل الكتاف كده مع بعض بنات. هتحطي الكتف على الكتف كده، طبعا احنا قاصين ومظبطين بقى ما فيش اي مشكله. هتمسكي كده الكتف وتبداي تنزلي تحت المكنه وتقفلي اهو. بسم الله. تيجي على الكتف الثاني نفس الشكل برضو. وتبدأي تمام. ونبدأ نقفل هنا تحت الباط بالطول اللي احنا عايزين. طبعا احنا بنات واحنا بنقص احنا واخدين الحردة الباط قدام زي ورا، المفروض بنحرد هنا بنخش سنتي لجوه، بس انا هحرد السنتي ده معاكم لجوه بعد ما اقفل الجنب. هاخد بقى المقاس اللي انا عايزاه طبعا
وحاولوا كده تفردي القماش كده قدامك يبقى قدام زي ورا. البنات بقيه الجنب واقفل الجنب التاني ونيجي نقفله مع بعض الكمام ونشطبه مع بعض بقيه البنات الكمام. اهو الكمام اللي احنا قصيناها هنبدا نقفلها كده في بعض ونبدا ناخد الخياطه بتاعتنا بالطول كده بنفس الشكل ده كده هنمشي عليها بالطول بعدين نبدا نركبها في الشميز بتاعنا. اهو انا هاخد المقاس بتاعي اللي انا عايزاه انا حاطه كده ده مقاسي كل واحده طبعا تاخد مقاسها انا بحط يجي كده وبعرف ان انا المقاس بتاعي قد ايه شبر مثلا وفقرتين المقاس اللي انت عايزاه تمام. انا هاخدها على ما فيش كده بنات زي ما هي هنزل تحت على الوسع ده لان انا محتاجه الوسع ده هاخده معايا. الوسع ده بنات هكشكشه كده علشان هعمل اسوره من هنا فانا الوسع سايبه نزلت كده على ما فيش. اما انت لو عايزاه كده هتضطري تاخدي كده وتبقي تقصي الزياده دي تمام. انا واخده فرد من هنا علشان هتيجي بقى في الشميزه بنات من هنا. انا قلت لكم ان احنا هنحرد الحرده بتاعت الباط من هنا كده هتخشي كده سنتي وانتي وهو متقفل كده زي ما هو كده هتعملي كده وتبداي تفرديه قدامك كويس اهو. طبعا بعد ما قسته طبعا انا قسته عليا الاول وهبدا اخد ده الامام عشان ما تتلخبطيش وتبداي تاخدي السنتي او السنتي ونص اللي هما الحرده الاماميه اللي هي بتفرق الامام عن الخلف اهو تبداي تطلعي كده على ما فيش زي ما انا ماشيه اهو. يبقى انا حردت كده وهو متقفل مفيش اي مشكله معايا وهبدا اخد الكم بتاعي هقلبه كده تمام وهدخله هنا اهو. ثبتي طبعا على الخياطه بتاعتك اللي فوق دي عاملين فرده بنات هنا اهو كده في النص الفرد مش باين اهو. بصي بتمسكي كده الكم من هنا ومن هنا وتعملي فرد كده من فوق كده علشان ليه بقى الفرد ده الفرد ده ضروري يا بنات ومهم علشان لما نيجي نحط كده على الباط الكم ما يوربش مننا اهو. هتحطي كده وتبداي بقى تويني بقى تبداي تشوفي الكم كده اهو ماشيه مع بعضه لغايه اهو. بصوا جت الخياطه على الخياطه بس يبقى الكم بتاعي مظبوط. يبقى انا هبدا اشتغل بنفس الشكل ده هدخل كده وابدا اقفل الكم على الكم لغايه لما اجي هنا للفرد بتاعي هبدا كده اشرب كده الكم لبعضه. يعني ايه تشربي؟ يعني تدخلي زيادات كده تزقي زيادات كده لجوه والكم يبقى ماشي ماشي. الناس كلها عندها مشكله في موضوع الكم مع ان الكم سهل يا بنات وبسيط اهو. انا بعمله قدامكم النهارده علشان خاطر محدش يقول لي مش بعرف البس الكم لبعضه اهو. الفرد ده بيريحك اهو الكم كله تلبس معايا من غير ما الكم يورب ولا حاجه معاكي. تبداي كده تدخلي الزيادات لجوه امشي بس على الطرف كده بقى مش مفاضلش لينا غير ان احنا نركب الكم التاني وهنيجي نعمل السجاف اللي هنا بتاع المرد الامامي والمرد الخلفي. السجاف ده زي البيه كده بنات هنقصه حته طويله وهنقفلوها والتقفيلات دي احنا واخدينها مع بعض وهنيجي نشوفه في الاخر شكل الشميز عامل ازاي ان شاء الله هيعجبكم.
بصوا بنات هنيجي هنا القصاقيص طبعا المتبقيه معانا هنستغلها في ان احنا هنطلع منها السجاف الامامي بتاع الرقبه والسجاف الخلفي. هنقص السجاف ازاي يا بنات؟ اهو هتحردي السجاف كده نفس الحرده اللي انت حردتيها بتاعه الرقبه معاكي، هتمشي كده اهو من تاخدي من تحت كده وتطلعي كده اهو، ده السجاف بتاعنا وهنبدا نقفله. هنفتحه طبعا من هنا علشان هو مفتوح، وهنبدا نقفله كده في البلوزه بتاعتنا او الشميز بتاعنا. تمام، ده الامامي. الخلفي يا بنات نفس الموضوع كده برضو، اهي القصاقيص المتبقيه لازم نستغلها ما نرميش حاجه. برضو هتحرجي الحرده اللي احنا حردناها في الخلف، بس هتوسعي طبعا شويه، وهتحرجي كده نفس الشكل ده كده، وهنيجي نقفله مع بعض السجاف ده. نبدأ بقى بنات نقفل السجاف كده في بعضه كده بنفس الشكل ده، وبعدين نروحوا قلبينه ومخيطينه كده مع بعض. تمام، وطبعا التقفيلات دي احنا واخدينها قبل كده، هقفله ونيجي نشوفه هنعمل ايه. بنات قفلنا السجاف اهو تمام، وقفلنا الشميز كله، فاضلش لينا غير العراوي والزراير. طبعا احنا في فيديوهات عاملينها في القناة ازاي تعملي العروة والزراير، طبعا سهلة كلنا بنعرفه نركب الزراير. هتتخشي على الفيديو اللي في القناة طريقة عمل العروة وتعملي العروة وتركبي الزراير، وبكده يبقى الشميز بتاعنا خلاص، وعملنا شميز بسهولة بدون باترون. يا رب بنات تكونوا استفدتوا، ويا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش اللي يعجبوا الفيديو يعمل لي لايك، ما تنسوش تعملوا مشاركة لأصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض فستان اطفال في 5 دقايق، يعني باسهل ما يمكن هتعملي فستان اطفال، وازاي الاساسيات اللي تمشي عليها في فستان الاطفال. حاجات سهلة جدا وموديلات الاطفال كتير قوي، بس الاساسيات واحدة. هنعمل مع بعض فستان سهل وبسيط جدا مع بعض، وهقولك ازاي تعملي فستان بوست، وازاي تعملي فستان يعني لو الفستان نفسه بتاع البنوتة بوست ومن تحت كالوش، ولو هو قطعة واحدة هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل فستان اطفال للعيد. كل سنة وانتم طيبين باسهل ما يمكن. حطي لايك ويلا بينا نبدأ درسنا على بركة الله. اول حاجة بنات قبل ما نيجي نعمل فستان الاطفال، في حاجات اساسية لازم تبقي عارفاها. ايه هي؟ لازم احدد الموديل اللي انا هعمله، يعني انا مثلا هجيب شكل الموديل واعرف الموديل ده بوست مثلا، ومن تحت الجزء اللي من تحت منفوش، او هو قطعة واحدة، او مثلا مقصوص كالوش. لازم ابقى محددة الموديل اللي انا هشتغل عليه. تمام، لو انا هعمل موديل مثلا قطعة واحدة، هنشوف مع بعض ايه المقاسات اللي احنا هناخدوها. تمام، وهعمل لك سلسله لفساتين الاطفال ورا بعض ان شاء الله. النهارده هناخده فستان صك كده ما فيهوش اي حاجه، وبعد كده هناخده فستان بوست ومن تحت كالوش، وهعمل لك اشكال جميله جدا في فساتين الاطفال. المقاس اللي احنا محتاجينه هناخده طول الفستان. هتشوف الفستان اللي انت عايزاه، مثلا عايزاه قد ايه، مثلا 20 زي ما انت عايزه. هتاخدي طول الفستان من اعلى جزء من البنوته لغايه ايه الطول اللي انت عايزاه. تمام، وهتاخدي اكبر جزء عريض في البنت، وفي الاغلب بيبقى هو عند دوران الصدر هنا، هو بيبقى دوران الارداف. البناء الاطفال مش بيبقوا زي الكبار، يعني مش بيبقى فيه وسط مثلا، لا الدوران حردة الابط بتبقى نفس مقاس دوران حردة الوسط، بتبقى يعني ايه فرق ايه 2 سنتي او حاجة بين كل ايه دوران والتاني. فالموضوع سهل جدا وبسيط. يلا بينا نقص على القماش على طول علشان ما ندوخش نفسي. تمام، طبعا احنا حددنا طول الفستان اللي احنا عايزينه. بتجيبي القماش بتاعك كده وبتتنيه على 2 خلاص، وبعد كده بتتنيه على 4 خلاص، زي ما احنا شايفين كده. كده احنا هنعمل فستان سهل سيمبل كده وبسيط، ما فيهوش اي شغل ولا اي تعقيدات.
بتحطي اول حاجه في البنوته بتاخدي عرض الكتف الكتفين مهما شوفي عرض الكتف معاكي مثلا بيطلع زي ما يطلع معاكي مثلا الاطفال بيبقى مش كبير قوي عرض الكتف عنده بتاخدي من الكتف ده للكتف ده وبتاخدي المقاس بتظبطي بس القماش هنظبط بس القماش بتاعنا خلاص خذي الاول ايه خط كده عشوائي عشان لو القماش مش مظبوط معاكي خذي كده خط كده ستريت كده ايه عشوائي تمام دوران حرده الرقبه عند الاطفال البنات بتبقى بتتراوح من 5 سم ل 6 سم خلاص حسب طبعا كل بنوته وحسب قلنا الموديل اللي انت بتعمليه انا بظبط بس القماش كده من هنا خلاص يبقى انا هاخد مثلا هنا 5 سم تمام وهاخد زيهم 6 سم الكتف او 7 سم طبعا كل بنوته بتختلف عن الثانيه وهننزل من هنا ب 5 سم وهندور الجزئيه دي بصي في 5 دقائق هتعملي ميل الكتف عند الاطفال بيبقى سم ونص ل 2 سم تمام انا هاخد سم ونص كده وهحط علامه وهاخد كده ده كده ميل الكتف طب هنزل من هنا بقد ايه بنات هتنزلي من هنا ب 14 سم خلاص طبعا انا ده المقاس اللي عندي 14 سم طبعا ده ايه ممكن تاخديه بطرون ولو انت بنوتك تكبري عنها شويه يعني شوفي كل واحده حسب مقاسها اهو خلاص طيب وبتاخدي هنا ربع دوران الصدر انا ربع دوران الصدر عندي مثلا 17 سم ده الربع ها الربع مش الدوران كامل خلاص هاخد زيهم برضو على الوسط بس هقلل سم يعني هعمله مثلا 15 سم خلاص ده الوسط كده تمام الارداف برضو نفس الكلام يعني الارداف هتكبري بس شويه عن فوق علشان خاطر الموديل هينزل بوسع معانا شويه وهبدا اقص لغايه كده بنات الموضوع مفيش اسهل منه خلاص يا بنات زي ما احنا شايفين كده ده الباترون الاساسي اللي احنا متعودين عليه عملنا دوران الرقبه الاماميه لازم انزل من هنا كده سنتي ونص واخد دوران الرقبه الخلفيه ده طبعا ايه فستان اطفال فبيبقى اقل من الكبار تمام تمام وهاجي هنا عملت هنا حرده عملت هنا دوران الصدر دوران الوسط دوران الارداف بيبقى طبعا زي ما قلنا كده البنات الاطفال بنات بيبقوا مش زي الكبار يعني ما بيبقاش فيه بيبقى الجسم كله واحد خلاص ما بيبقاش فيه يعني تكسيمه او تكسيمه خفيفه زي ما احنا شايفين يعني لو هنا عامله مثلا 15 سم هنا بتعملي 14 سم هنا بتعملي 16 سم حاجات بسيطه فرق بسيط بين الصدر والوسط والارض والهامش ما بيبقاش عندهم ما فيش بروز عندهم زي الكبار خلاص هندور طبعا الجزئيه دي كده خلاص وطبعا هنسيب وسع هنا مش هنقص الوسع ده عشان لو احتجتي ان انت تجسمي او تعملي اي شيء للبنوته وده كده الباترون الاساسي وهوريكي دلوقتي طريقه قصه فستان تاني لو انت قصاه بوست ازاي تعملي تقصيه بوست وازاي تكملي الجزء اللي تحت لو عايز تعمليه كالوش او تعمليه اي شيء تاني هنشوف دلوقتي مع بعض خلاص هنبدا نقص كده اول حاجه عشان احنا قصين القماش على اربعه يعني بنقص امام وخلفه مع بعض فهضطر اقص كده تمام وهقص الكتف خلاص طبعا هنا في الاطفال مش بنحرد زي الكبار كده بنخش سنتي ونص لا عشان هما الاطفال بيبقى الجزئيه دي عندهم مليانه شويه غير الكبار لو انت في البروفة لقيتي المقاس محتاج ان انت تاخدي منه سنتي مفيش مشكله خلاص هنسيب طبعا وسع كده عشان ايه قلنا الاطفال ما بيبقوش زي الكبار لازم تسيبي لهم وسع عشان لو البنوته كبرت معاكي ولا حاجه خلاص طيب هنا هنيجي نعمل ايه هترتفعي من هنا كده 3 سم او 4 سم وتاخدي الجزء ده كده على ما فيش عشان الفستان ما يبقاش مجنح معاكي ده طبعا لو بتعملي فستان ساده مشجر مثلا وممكن تربطي لها حزام من هنا او اي شيء انت عايزاه هتبدعي زي ما انت عايزه خلاص ده كده فستان اطفال في 5 دقايق طيب لو انا عايزه اعمل الموديل نص كده بوست كده زي ما احنا شايفين واعمل كالوش من تحت او نص كلوش او دبل كلوش هعمله ازاي طيب احنا كده خدي بالك ان احنا قصين على الخلف بس فهطلع الوست هتاخدي طبعا المقاس من اعلى جزء لغايه الوسط مش هتقصي طبعا الفستان للاخر زي ما انا عامله لا انت هتاخدي كده ايه لغايه الوسط بس انا بوريكي فكره يعني تعملي فستانين باسهل طريقه خلاص اهو
هقص كده الجزء ده. يبقى انا لو هعمل فستان بوست يبقى انا هاخد اعلى جزء للبنوته كده هقيس لغايه الوسط تمام، وتزودي مثلا 2 سنتي عشان الخياطات والكلام ده تمام. طيب انا كده قصه امام وخلف، هطلع الامام لوحده وهتنيه كده علشان احرد حرده الرقبه الاماميه اللي هي ال 5 سنتي الزياده اللي انا عاملاهم دول اللي انت شايفاهم اهو. سامحوني عشان انا بسرع في الفيديو عشان الناس بتقولي الفيديو ممل والفيديو طويل، فانا بضطر ان انا اجري وانا شغاله معاكم يعني، فانا سامحوني بقى انا مش عارفه بصراحه ارجي مين ولا مين تمام. طيب في نقطه مهمه جدا هنا لازم تعمليها وانت شغاله في البطرون الاطفال، خلاص بتحطي البطرون كده على بعضه او طبعا احنا هنا بنقص على القماش، يعني اللي انا بعمله ده انت ممكن تقصيه على القماش على طول، بس لازم تسيبي زيادات معاكي خلاص. بتيجي هنا كده بترتفعي سنتي وتيجي هنا عند المنتصف كده وتاخدي كده ايه بحرده بنات. لازم ليه؟ عشان الفستان ما يجنحش وانت بتخيطيه على الكالوش او النص كلوش من تحت. هنشوف دلوقتي مع بعض. بصي انا هاخده بزاويه ازاي اهو كده، لما تركبيه هيبقى مظبوط معاكي. لازم الفستان يجي كده إيه؟ ايه الجزء ده لازم يبقى فيه زي سنتي كده من هنا اقل من الامام خلاص، امام وخلف مع بعض مفيش مشكله الاطفال غير الكبار. طيب هنقص الجزء اللي تحت ده بقى ازاي؟ الجزء اللي تحت ده انت بتحددي انت عايزه تعملي ايه خلاص. انا مثلا عايزه الجزء اللي تحت كلوش نص كلوش، عايزاه مربع زي ما احنا شايفين كده، بتقصي على عرض القماش وتتنيه على 2 وتقصي، او بتقصي نص كلوش او دبل كلوش. هنشوف دلوقتي مع بعض. حطي لايك لو الفيديو عجبك لغايه دلوقتي. طيب هنيجي هنا بنات، لو انا عايزه اعمل الموديل او الفستان بتاع الاطفال بتاعي كلوش مثلا من تحت كامل او نص كلوش، لازم تعرفي الفرق بين الكلوش الكامل والنص كلوش خلاص. لو كلوش كامل للاطفال ممكن يتعمل من المتر ونص او من متر، تعملي كلوش كامل لسن صغير خلاص. هتجيبي القماشه كده تتنيها على 2 وتروح بصي، يعني القماشه هي تبقى مفروده معاكي لو هتعملي كلوش كامل تتنيها على 2 وبيبقى جميل قوي فساتين الاطفال الكلوش الكامل. الجزء اللي فوق ده بيبقى مقفول زي ما انت شايفه كده، وتروحي تانياها على 4 خلاص. احنا كده ايه بنتني بس القماشه بتاعتنا. الجزء ده اللي هو المقفول من كل الطروف هو ده اللي بتاخدي منه دوران الوسط، دوران وسط البنوته. انا لسه ما خدتش من هنا حاجه خلاص، يبقى الجزء ده اللي انا هدور منه دوران وسط البنوته. طب خدي بالك انت لو خدتي الوسط من هنا لازم تبقي عارفه الوسط من هنا، الطول المتبقي عندك الجزئيه الصغيره دي خلاص لازم تبقي عارفه ان ده اللي هيتبقى عندك، مش هيتبقى بقيه القماش ده كله لا. فانا دلوقتي هروح جايبه انا هنا طبقه القماش ايه، طبقه القماش على 2 خلاص، يعني القماش اهو كده بالطول كده على 2 وبعدين طبقته على 4 تمام. طيب هاجي هنا في البوز ده اللي انا عايزه اخد منه الدوران. طب انا عايزه اعرف انا هقص هنا في الدوران قد ايه خلاص. هاجي هنا في الجزء ده عايزه اعرف انا هقص مثلا دوران الوسط البنوته قد ايه. بتقيسي دوران الوسط نفسه، لو انت مش هتعملي كسر او كشكشه او اي شيء لازم تعملي حساب الحاجات دي، تقيسي دوران وسط البنوته وتقسميه على 4 خلاص. لو انت تانية القماش على 8 يبقى هتقسميه على 8، او باختصار لو انت مش عايزه تقسمي او تجمعي هتجيبي الصدر من فوق اللي انت عملتيه ده تمام، بتقفليه على المكنه الاول عشان وتقيسيه على البنوته لقيتيه مظبوط عليها تمام التمام خلاص. هروح جايباه كده تانيه كده على 2 تمام، واروح تانيه كده على 4، يبقى انا عايزه المقاس ده بالظبط او اوسع شويه، وهروح حطاه هنا خلاص. يبقى انا كده عرفت انا عايزه قد ايه اهو، يبقى انا هاخد كده وهاخد كده تمام، وهاجي ادور الجزئيه دي. يبقى ده كده اللي انا عايزاه من الوسط تمام تمام. طيب قبل ما تقصي هتروحي جايبه المتر معاكي عشان تدوري، هتشوفي الجزء ده بقى قد ايه طالع معايا مثلا 20 سنتي. انا هلف بال 20 سنتي دول عشان اطلع الكالوش بتاعي كامل، عشان الكالوش بتاعي يطلع مظبوط هحط المتر كده. واحده هتقول لي ال 20 سنتي دول ايه يا ام يوسف؟ مالكيش دعوه بال 20، انا بقيس بس المقاس ده عشان الف كده خلاص. يعني انا ال 20 سنتي ده مش الطول، لا الطول هيتحسب معاكي من اول هنا لغايه هنا
طول الجيبه من تحت او طول الكلوش من تحت، مش من اول هنا، لان الجزء ده هيطير معايا وانا بقصه دلوقتي. فانا بس انا عشان ادور صح والموديل يجي مظبوط والقصه بتاعتي تيجي مظبوطه، فانا هعمل كده، هاخد ال 20 سم دول، طبعا ما لكش دعوه بالمقاسات دي مقاسات افتراضيه، واحط كده علشان الكالوش يجي مظبوط وحلو جدا معايا. خلاص كده هفضل اخد كده يمين وشمال الكالوشه بتاعتي. خلاص يبقى انا كده هبدا اقص باسهل طريقه. اهو انا كده عملت لك موديلين في فيديو واحد على فكره. اهو وهبدا كده هقص اهو. خلاص بصي ادي كده الكالوش اللي انا هركبه، مديني ورا وقدام، خدي بالك ده كالوش كامل بيبقى جميل جدا يا بنات في فساتين الاطفال. تمام يبقى انا كده هقفل هنا الجنبين خلاص، وهبدا اخيط بقى ايه بعد ما يتقفل. طبعا هتروحي ايه مخيطه، بصي الفستان جه معاكي عامل ازاي، شايفه الجمال اهو، هيبقى كده. تمام انت جيتي تخيطي لقيتي عايز يعني مش جاي، بس هو لما يتقفل على بعض، لما تقفلي الجنبين من هنا كده وكل ده يركب، هيركب معاكي هنا. تمام لقيتي الموضوع مش ماشي معاكي والدنيا عايزه توسعي شويه، عادي هتروحي قصه كمان، بس خدي بالك لما بتقصي من الوسط انت بتقصري من الطول اهو. هروح واخده كمان سنتي كده علشان يركب مع الموضوع. والله يا بنات ما في اسهل من كده اهو. بصي الفستان هيجي معايا كالوش وجميل ازاي اهو. تمام هقفله طبعا بالدبابيس واوريكي شكله بعد ما يتقفل. حطي لايك لو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي. طيب طريقه الخياطه بنات برضو باختصار عشان مش عايزه اقعدك على المكنه ونطول الفيديو. اول حاجه هنقفل الكتفين على بعض، هتقلبي القماش كده على بعضه وتحطي الكتف على الكتف كده، حتى لو طلعت معاكي زياده في الجنب في حده الجيرو مش مشكله. هنساوي كل ده في البروفه، يعني انت بتلبسي البنوته وبتساوي كل ده في البروفه. يبقى انا هقفل الكتف على الكتف كده خلاص، والكتف التاني خلاص يا بنات زي ما احنا شايفين كده، قفلت الكتف الامام والخلف اهو زي ما احنا شايفين كده صدر الفستان، وقفلت الجنبين زي ما احنا شايفين. تمام لازم اظبط لما تيجي تعملي فستان فيه قصة من تحت او فيه كلوش او دوبل كلوش، لازم تقسمي الكلوش كده، يعني بصي انا تانية كده على اتنين، لازم تعملي علامات من كل جزء اللي هي عشان لما تيجي تركبي يتركب معاكي صح. خلاص يبقى هنا كده ده المنتصف، وهروح فاتحه هنا اعمل اربع علامات ليه، علشان الكالوش يركب معايا مظبوط. خلاص وهنا علامه وهنا علامه، الفينش والتقفيلات دي مهمه جدا يا بنات اهو. يبقى انا عملت اربع علامات في الكلوش بتاعي او الدوبل كلوش ده ليه، علشان لما اجي اركب الجسم يتركب معايا مظبوط. وهروح اسمى جسم الفستان من فوق كده برده، واعمل علامه في المنتصف من هنا وعلامه في الخلف علشان، وهنا طبعا عندي علامه اهو، علامه الجنب ده وعلامه الجنب ده، يبقى اصبح الاربع علامات دول لازم يخشوا في الاربع علامات دول، يبقى كده الفستان يركب معاكي مظبوط بنسبه 100%. تمام هنقلب طبعا الفستان بتاعنا كده او الجسم من فوق، جسم الفستان اهو. تمام وهدخل كده بقى الجسم بتاعي واظبط العلامات بتاعتي، هحط علامة الجنب كده مع علامة الجنب هنا، وحط ايه دبوس، لازم اظبط شغلي كده. تمام وهاجي هنا برضو في المنتصف هحط كده علامة، يبقى في الاربع علامات لازم ياخدوا اربع علامات زيهم، علشان لو في زيادة بقى ممكن ايه تعمليها كشكشة، تعملي ايه اي شيء، تبقى اللي يبقى الشغل بتاعك مظبوط ومتساوي، ما يبقاش جزء اكبر من جزء وفي جزء فيه كشكشه وجزء لا، فانت اللي هتحددي شغلك وهتحددي الفينش بتاعك ونظافته وانت شغاله. تمام اهو خلاص، وهنبدا نقفل بقى ايه الوسط كده زي ما احنا شايفين كده، احنا مسكنا الاساسيات، مسكنا 1 2 3 4 خلاص، وهنبدا نخيط. تمام تمام وانا بقفل بقى كده مسكت الاثنين على بعض، لقيت في زياده مثلا في الجيب نفسه من تحت، هتروحي واخده كسره كشكشه اي ايه يعني ايه، هتساوي ايه القماش بتاعك، المهم ان الدنيا كلها تظبط معاكي. تمام انا هبدا طبعا اقفله لك كده بالدبابيس عشان الفكره توصل لك، بس
جربي اللي انا بعمله ده، اعملي على على ورق، اعملي على قماش انت مش بتستخدميه، هيجي معاكي موديل، اعملي البنوتك العيد داخل علينا بقى، كل سنه وانتم طيبين. اعملي لها فستان للعيد كده باسهل طريقه في 5 دقايق اهو. بصي قفلت الوسط اهو، وطبعا القياس بقى لازم تاخدي المقاسات مظبوطه، وفساتين الاطفال بيبقى فيها شغل بقى ايه وابداع كتير قوي، هتبدعي زي ما انت عايزه. خلاص يا بنات اهو انا كده قفلت الجيبه في الجسم فوق من فوق تمام. طبعا تعملي بقى حزام، تعملي لو لقيتي الوسط واسع معاكي، وهنقلب الموديل بتاعنا. بصي اهو طبعا ده الورق بيبقى مش زي القماش، الورق بيبقى ايه ناشف شويه، القماش طبعا هيبقى رامي معاكي، والخياطات دي تبقى مظبوطه اهو. بصي فستان بقى بدا يبان معانا اهو خلاص. طبعا الطول ده، طول الفستان ده انت بتطولي بقى زي ما انت عايزه خلاص. هتعمليه بقى كده قط زي ما احنا شايفين، هتعمليه بكم، هتعملي زي ما انت عايزه، هتبدعي. ايه الكلوش ده طبعا انت هتطوليه، انا بوريكي بس الفكره ازاي تقصي الوسط، والطول ده انت هتطوليه برده زي ما انت عايزه. ممكن كده الموديل ده كده، ممكن نفس الموديل ده يبقى بلوزه كمان معاكي، يعني لو عملتي الكلوش كده صغير هيبقى زي بلوزه، وتعملي لها تحتيها بنطلون، او تجيبي لها تحتيه بنطلون جينز، هيبقى جميل جدا خلاص. لو كبرتي نفس القصة هيبقى فستان كامل للأرض خلاص زي ما احنا شايفين كده. يا رب يا بنات تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو، يا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يعمل لي لايك، وما تنسوش تعملوا مشاركة لأصدقائكم. زي ما انتوا شايفين احنا بنتعبوا جدا في الفيديوهات، فياريت نقدر التعب ونقدر الشغل، ولو الفيديو عجبك اعملي له مشاركة لأصحابك واعملي لنا لايك، واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.